كدافي دقا ودولادي شدور مغراهم مجي انا دا اشيغا دهرمات مجي لدار لما دوي يدوم داك مسون كدورني دول دوبن دا انكا كوار الدين تاخي سوي دلك انت ذال شروينها ودا تشيغا يمن نمادا بيلوين تجنبلول تدبا قماس او مانتا لغو قبتي مغالدا مقدشا ايا ديرا دا لغو سارا يمن نمادا اسكاشيغا اي وحودا قبسيغا بيشاسي سيدي لوحو جن لها بيشا ايا اسكور عادا ان لبي لباتن كان فبروري سندول بلو اقوان صدو ماان انت من نمادا بيشا قدوميها قولها اضياشا قبل كبنادير حاجة حسن اسماعيل آدن ايا شاقا ان لو باهي هاي ان لغو دا شقايا من نمادا بيشا جنبلول تضبا قماس جنبلولنا انتا مكو كوبان انتا كباها دوينتا دل ايا الدمال ايا كمقانتا ايا قنو مايبا اندرانا فارين جنبلول تضبا قماس او قبل كبنادر ايا نواهي شيك النول دات سين حلمان سن معها دات سين كمقام واي ان من نمضى جنبلول وضا جرج اذن كنا كالنت سنكو آدن انا اسن قادة تان وانا لسسين دارسي يدونه بإذن الله الباري ملاقه قود ايه باشا معالين علي ملاق ايه سلطان كي قود ايه باشا سلطان اسماعيل عيسى ايه شاقين وحا اولا وحان لينا هاي الهي وحوليها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا باشا وحان مارتي دردارا اسينينا ولا تفرقوا هلسكي لاليو محايا لي تفرق هرمر لغو مقارو شيخان شيخ محمد ايا نو اخريه او نو شيخ ايدا سدان وان كدرك سنه هي برس وحالي يري دردارتا سيده دبا لغ مارما واي تفرقوا هل اسك الى علي محايا لكلمي القفك مركش وجيتك واي وها متنمده جنبلول لي هتا هل جل يا قلبك متنمدان حد لي لشغوي ما هدي لتين متنمد سو جري جرتي وني جري جونت معنا هل كردي واي ميله نو مقنايين هل سكدر هل دارسيو دبك وداغنين دافت وداغنين واي وجدك ساس واي ان هذلك من كدير اداو قدوميها او دين لحاج حسن يعقوب اي قدومي كخيغانك اريمها بلشده دغمده ولاوين اي غوبلكا شبيلده هوسي محمد حاجي مختار قعم ديره ايا شيغي اني كشقينيان سيدي واخ لوغه قبل لها باهيها اساسيغا اي بيشاسي onona maysin balan qaadana in oo midigtiin teegan hata bidan reed ba midigtiin onon teegan geek la ka balaa insha Allah taala gogolas iyo yani en midmadas oo isan geek reed kan ka balaawteen jira digmadana safiican ugu warqabna meel kasto ay tahay waxaan rajaynaynaa inaan wax Alla wixii anaga awoodno aan ka qaban doono masuuliyiinta oo ka soo jeedaan beelahaana oo xilwaana wasiirahaana intoodi badan oo iska warqabna oo dowladnimada maanta waxay noqotay matalad cidna mataleysana inaan meel kasta aan gaarsiino ayaguna ay keenaan wasaarado badan hadartan la kulmay oo hadartan waxa jira qorsha ah wasaaradu waxbarashada in ay sameyn doonto walow in kam noqotaa aad u rajayna ugu yaraan 12 iskuul cusub hadda ka dib la dhisi doono caafimaadka waa la socotiin damal caafimaad baa baay bakolgi برامج كل عاصمات باجر او شبيل او سبيس لوغو تلقلي شيخ مختار ابراهيم اي شيخ محمد معالن ايا قيبه كلا دون اي باشا سي كلا دردار ماي وناقنا لنسكو هقان سمو حمانا لسكو ريبو مركا مايل داري شرف اي هرمر مايل بلشة نقداسي بلشة البحة او دنتيا كساسو ولانا ايان والقرشيسان او وناكسن نغدا يا بلشداس نغداس الله سبحانه وتعالى وحلايه وتعاونوا على البر سم فلك اسكا كاشدا وتعاونوا اسكا شدا على البر سم فلك والتقوى الله كعبسين اسكا كاشدا ولا تعاونوا على الاثم ذنبها اسكا كاشننا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان على ليتن يو على يوم أرتدى قال هايسك كاشنينا إيه
برغا اسكا كاشتا ولله الله سبحانه وتعالى ودنبير شركه وحالغا سو ساراي والمرتيد وحنا ورباهينتا واخريي استاذ عبد الرحيم علي محمد شروينهان او لوغا هادلاي ان لا الىاليو لانا ادكيو ميدنمدا iyo wada jirka balweynta jambuluurta dawgamaas lagana fogaado wax kasta oo keeni kara kala qaybinta bulshada iyo wax walba oo sababi kara iyo wax wada qabsigeeda shirweynahan waxa ka soo baxay qodobadan soo socda koow in la ilaaliyo lana xoojiyo midnimada iyo wada jirka jambuluurta dawgamaas لو إن لغشق يو هرمارينتا ديغانكا يو بلشدة جنبلون تدوغا ماس سيا وعيقلينتا بلشدة وحبرشارة عافماتكا يو إسكاشيغا بلشدة بحرية سدع إن لغفوغا دو وحكا سؤوكي لكرا خلاف يو كالغيب سنان بلشو أفر إن ليسوحر إن ليسوحرو دمان جنبلون تدوغا ماس دالكا ايو ديبادا شان انسي ودا جيرا لاغه هرطارو وحكا ساوكي لكرا خلاف يكال قيبسانان دحيدا لح ان لحوجيو مامولكا كرديسان غوالكا بنادي وقدومي اوياي انجنير حسن اسماعيل آلن ايو اوياشا لشاقيا تدوغا شروينها shirweynaha wada tashiga waxa uu bogaadinayaa misna faraya gudoomiyaha inuu dardargeliyo hawlihii loo igmaray sideed shirweynaha waxa uu bogaadinayaa ururka haweenka balweynta jambuluurta dawgamaas sida ay ugu heelan yihiin ka shaqaynta midnimada iyo wadajirka balweynta jambuluurta dawgamaas sagaal shirweynaha waxa uu baaq nabadeed u dirayaa dhammaan beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaanka deegaanada kala duwan ee dalka Soomaaliya in la ilaaliyo nabadda wada noolaashaha iyo midnimada dhexdooda ayadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara isku dhac dhiig ku daata sababtoo ah dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho toban ugu dambeyn midnimada iyo wada jirka balweynta jambuluurta dawgamaas waa mid lama taabtaan ah shirkadda beeco waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya beeco waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida banaadir jubaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya beeco waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade ee Muqdisho dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada